محافظة إدلب تواصل وحدات من الجيش العربي السوري بسط سيطرتها على أوتوستراد أريحة اللاذقية وتنظيفه بشكل كامل من المجموعات الإرهابية المسلحة. بإرادة الله، بإرادة الحق التي لا تموت مضوا، بالإيمان عقدوا، وبالصبر تسلحوا، وبتخليص سوريا، كل سوريا، من رجس الإرهاب ومرتزقته أقسموا. وكان قسمهم هذه المرة من جنوب غرب مدينة إدلب، وبالتحديد من منطقة أريحة، وأكثر من بين مزارع وبساتين قرية كفر شلايا التي دخلها الجيش العربي السوري مطهرا إياها من رعاع القتل والتخريب عصابات التكفير. وبدخول رجال الله القرية قتل من قتل ولاذ الآخرون بالفرار، تاركين وراءهم مقرات استخدموها لسفك المزيد من دماء أهالي القرية الآمنين، وعبارات اعتادوا على استخدامها وكتابتها، كما تركوا أدوات إجرامهم ظناً أنها قد توقف تقدم الجيش أو تغير من واقع الأمر شيئاً. من بين القرى والأحراش الخضراء المحيطة ببلدة كفر شلايا يتعرج أوتوستراد أريحة اللاذقية الذي حاول المسلحون قطعه مراراً واستهداف المارة على جنباته، وإلى يمينه هنا تقبع حرشة بصنقول، آخر معقل لجأت إليه قطعان الموت هرباً من ضربات رجال الحق. وبتطهير الجيش العربي السوري للحرش يكون الدم في شريان أريحة اللاذقية قد عاد، وتكون الحياة قد عادت إلى ما كانت عليه. أينما تحل غربان الظلام عبدة المال، يحل القتل والدمار والخراب، وأينما يحل حماة الديار يعم الأمن والاستقرار. كلام عاشت أغلب المحافظات السورية صداها قبل وبعد دخول الجيش العربي السوري حامي الأرض والعرض.